طبعا دياجنوزس الكلام ده راح اتكلم عنه الان. نحن بس نكون واضحين. جاك هارت فيلر بيشنت جاي وشاف السبب. عملت شيف كومبليت وديد يور اناليسيس. دحين دخلت في سيستميك ريفيو. في السيستميك ريفيو حدث على مين؟ على الديابيتس. ايش الاسئله حصل على الديابيتس؟ قال سيمبتومز ممتاز. طب صح انت احبها سيمبتومز كومبليكيشنز ريسك ريسك كومبليكيشنز والكورس حق الناس. بعد ما تخلص كل سيستميك ريفيو حدك ممكن تتكلم على الدايابيتس او في الباست ميديكال هيستوري تتكلم على مين؟ على الدايابيتس. فحتقول مثلا على سبيل المثال وصل ال patient is no case of diabetes since واحد هتقول مثلا 20 years ago. بعد ما تشوف ال patient he's complaint على medication حقه ولا لا وcomplaint على treatment ولا لا. حديثة ثلاث أسئلة for complaints. واحد تسأله صراحة frankly هل هو كومبليت للميديكيشن؟ قال لك مين؟ التريتمنت كامل ميديكيشن دايت اكسرسايز. قال لك ايوه. تقول له متى اخر مره رحت الكلينك؟ يقول لك دكتور قبل سنتين. فتعرف انه ايش؟ كذاب. ليه؟ لو هو كومبليت على الميديكيشن وعلى الدايت وعلى هذا كله ينيت سفلاء. فانت ايش انا ما بقول لكم كلام هذا اللي بيسوي المره. الحمد لله دكتور. ابدا ايزي فرض الصلاه. كل يوم امشي بعد صلاه الفجر من عارف كم ساعه. والدايت ما اكل من عارف شوف البلد شوجر حقه مشوت هيموجلوبين اي 1 سي ما يركب. من اخر مره جيت الكلينك والله قبل سنتين. ليش؟ طبعا تسال طبعا ليه؟ هذول كلهم ما ادوني مواعيد من عارف ايه؟ الموعد ماني عارف ايه؟ شوف الجامعه اصلا عشان عندك موعد بعد سنه. يعني لو انك مره حيديك الجامعه بس حيديك اقرب خاصه للسنين حيديك اقرب منك. فتقول له متى اخر مره جيت الكلينك؟ هذا كله في الهيستوري. هتقول his complaint his medication last clinic visit was in كذا مهم. بعد كده تقول له كم الهيموجلوبين اي 1 سي حقك؟ الكي حيقول لك والله دكتور السكر التراكمي حقي كذا يعرفوه. حيقول لك حقي 8.9 9 7.5 كان كذا وصار كذا. هو عارف يقول له كم السكر التراكمي كم الهيموجلوبين. هذه ثلاثة أسئلة just screening لمين؟ للكومبلاينس حق البيشن. Is he compliant للميديكيشن ولا ما هو compliant للتريتمنت؟ ثلاثة أسئلة. طيب بعد كده انا خلصت ثلاثة اسئله حاب اروح اشوف هل جاء له كومبليكيشن من الدايابيتس ولا ما جاء له كومبليكيشن من الدايابيتس. بعد كده اشوف السيمبتومز والكومبليكيشن. ايش السيمبتومز حق الدايابيتس اللي بسال عليه؟ هذه اللي انا بسال عليها. هذه برضه من تشوف البيشنت هل هو تيكن الميديكيشن حقه كويس ولا الميديكيشن زاد افكتيف. على سبيل المثال بيشن دايابيتك جاء على كلينك اول مره يدجنوزهم دايابيتس لقيت البلد شوجر حقه 300 هيموجلوبين اي 1 سي كان حقه 10 او 11 وقال لك دكتور انا عندي كل يوريا كل بيبسي اند ويت لوس هاو يو مانجينج بدون انت ما تضم بعلك ويت لوس مع الكل يوريا دي انا طوال حبه رئيسه. فهذا لازم مش نحطه في بالنا. فيصير من الاشياء اللي نحطها يعني حاسال عليها برضه في الكومبلكس الناس على السيمبتومز في بوليوريا بوليديبسيا هل في ويت لوس ولا ما في ايش؟ ويت لوس. يعني بين انك يكون انسولين يعني ولا انسولين بس الفتره هذه؟ هذه لا موست لايكلي لو مثلا واحد تايب 2 دايبيتس. واحد تايب 2 دايبيتس. حلو. وجاء بالصوره هذه. انت عارف ان البيتا سيل حقه دي خلاص ان شاء الله تشوف توتال اكزوستد وخاصه ليه ايش الافكت انه في ويت لوس. حلو. ويت لوس لا يا حبيبي هذا موست لايكلي حياخذ انسولين. مثلا. مونستر يو جيف ات ايش اللي حيصير؟ شوف الانسولين فيه له ميزه حلوه عن الاور هاي جلايسيميك. البيشنت هيز انسولين كلهم ابر لا ابر لا ابر فعلا الابر مزعجه انك تدوب ابر وتبغى تسافر حتشيل معك ابر وتبغى تشيلها في شنطه حافظه معين لان الانسولين نيد كذا سيرتن تمبرتشر عشان ما يصير له ايه ما يخرب لانه بروتين في النهايه تخاف تكسر. فهذه ايش؟ اشكاليه. فعندك تبغى تحافظ على ايش؟ على الانسولين. فيقول لك هذا ترضين ايش حبوب الحبوب اللي ياخذها في النهايه البيتا سيل بي اكزوستد ونشفتهم على ايش؟ على الانسولين. الدكتور يحب الانسولين ليه؟ كنترولينج بلاد شوجر.
انت كم كبيرك الانسولين ماله كبير كم تبغى طلعت السكر حاجه كم 300 زود 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 الين ما يصير باي ديفينيشن اسمه عنده ريزيستنت تديله 200 وحده والله شوف ناس ياخذ 50 قدامي بقى كده 50 طق هذه بعد العشاء والله كثر يوم اكل حطها 100 ما في الانسولين ماله حط زياده يديك زياده فانت مرتاح انا عندي شيء ماله زود 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 بالانسولين وهذا اخر شيء في التلفزيون يتحقق ويديك جود كنترول يعني لو انت ظبطت الميديتيشن حقك على الانسولين يعني زريت كده على الانسولين وديته مثلا انتنسيف فيرجن ثلاثه بالبريميمز من الفاست اكتنج واحد بلانتوس على الصباح لونج اكتنج يا تظبط له بلد شغل تظبط تظبط فالهدف يصير ايش الانسولين يصير ايه مالتيبل انجكشنز والايش واللانتوس الصباح حاكي بعد كده طلع البامب والكلام ده كله والله ما ابغى ارفع الديتيلز بس يعني عشان الوقت طيب بعدين حتى لو كده في وقت اقول لكم قصه الانسولين كيف اللي اخترع الانسولين بيسبر ان شاء الله فيكم ففي ويت لوس حنتكلم عنه كومبليكيشن ايش الكومبليكيشن حق ايش؟ مايكرو ماكرو ممتاز عليكم مايكرو ماكرو اي نيد تو منشن ما حقول مايكرو ماكرو حقول كومبليكيشن حق المايكرو اسمع ايش هم؟ نيفروباثي نيوروباثي وريتينوباثي وانس البيشن عنده ريتينوباثي اكيد حيكون عنده ايه؟ هيكون عنده نيفروباثي في ريتينوباثي يو نيد تو لوك فور نيفروباثي قال لك والله عندي ديكريز فيجن والكينيا حقه از نورمال نوتنج از لايكلي تو بي دي تو ايش؟ دايبيتس اوكي نيفروباثي كيف حصل على نيفروباثي؟ نيفروباثي ايش هو الدايبيتس؟ يعمل لك نفروتك سندروم صح؟ سو الاسفل سندروم حق نفروتك سندروم في بيري اوربيتال بافنس فيشل سويك ولور ليم اديما واسايتس وعندك بعد كده فوم يورين او فروف يورين هذه الاسئله صارت على النفروت نيوروباثي هذا ينقسم لثلاث نيوروباثي بريفرال اوتونوميك ومون نيوروباثي بولي سوري بولي نيوروباثي اوتونوميك نيوروباثي ومون نيوروباثي بولي نيوروباثي كيف هالسؤال؟ ممتاز عليك بين النمس حس انك عندك بين النمس في السفن راس السوليوشن في يدك رجولك بيجيك حرقان تقدر تحس زي النار شيء جاكك هذه بين النمس طيب غير كذا هذا خلصنا بولي نيوروباثي اوتونوميك نيوروباثي ثلاثة جاسو فريزز وعندك ايه؟ والريكتال ديس فانكشن ويورين طيب ايش اللي حيصير؟ جاسو فريزز تسال عندك نوزيا فوميتنج ودائية طيب لانه دايبيتس برضه ممكن يعمل لك بكتيريا او بلوك وكمان هاجي على الايش؟ الريكتال ديس فانكشن كيف حدث على الريكتال ديس فانكشن؟ لا لا شوف هذا الكلام كله حرمين حقون النيورولوجي مورني ما نعرف ايش اويكنس والكلام ده كله لا ولا اي شيء بتاخذ اي حاجه تساعد مغريات اي شيء عندك ايه خلاص هذا عنده ايش؟ الريكتال ديس فانكشن اوكي؟ طيب مع انه وضف لي ديتيلز بعدين ليش بس ما يخالف فيصير الريكتال ديس فانكشن مع لانه ما في بيشنت حيقول لك ايه والله اذكر في كان مريض سي اف دي بيشنت كورتيكو ديزيز سي اف دي عنده غينيكو ماستي ايش يعني عنده غينيكو ماستي؟ يعني ما بياخذ الدكتور وكان عنده غينيكو ماستي بيشنت يعني بتعرف ايش يعني سي اف دي عنده غينيكو ماستي هرمون سي دي هرمون ديستربنس ف وكنت مع دكتور سعد شهير وانا وقف عند البيت يقول له فهو فجاء فساله فقلت له بحشد مين الاستوديو الموجود قال له انت تسالت على السكشوال هيستوري قال له ايوه فقال لك ايه قال لي دكتور زي الحصان فيعني ايه المريض ما حيعرض ما حيقول لك ترى انا عندي سكشوال ديسفانكشن خاصه مثلا الاستودنت ولا شيء زي كذا ما حيقولها الليست لدكتور لو واحد ايش يساعد يعني هي نيدز تريتمنت فحجي حيقول لك والله الدكتور مثلا كذا 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 او مثلا كثير يعني لو دكتور كذا 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 وجربت حط مثلا اخذت كذا اخذت كذا هي ويل بروفايد ذس انسولين بس نحن يوجولي في عنده جاستروبريسيس عنده اليورين ايش يصير عندهم يورين ريتنشن ما يكون عندهم انكونتنس جس از اوفر ذس يكون عندهم ريتنشن فتعمل انت مثلا بلاد الالتراساوند تلاقيها كان فيها 800 مل ايش 800 مل هي ماشي انت بعد 200 ل 400 مل يونيت تروح الله يكرمك ايش دوره المل فهذا لا تلاقي عنده شيء قدر فهذه ما تبان بالعاده الا مثلا بالالتراساوند او البيشن عنده ايش ريتنشن لكن ما بيروح الحمام
فهذه حتكون فكرة ديابيتك ايه كون عنده موتورك نيوروباثي فيسأل الاريكتال ديسفانكشن يلين البلدر معاهم جيرتو يلين وبس وليس الثالثة ايش يكون عندهم؟ بوستر ديزنس انه يور افكت الاوتونوميك سيمتوم الاوتونوميك نيرفس سيستم في السيمباثيك والباراسيمباثيك نيرفس سيستم يتلاقي البيشنت لما يقوم يجيب له بوستر ديزنس كيف حتسأله؟ لما تقوم تدوخ كل كل احيانا انا لما اقوم تقوم طويل اقوم ادوخ انت خليك تمدد كل فتره وقوم كده وسرعه حتلاقي نفسك شوي كل ما تقوم كل ما تقوم تدوخ ممكن مده يعني لو تقوم بعد الفتره ما زلت دايخ دوخه معاها مثلا مستمره ممكن لا غير كذا يكون هو هايبرتنسيف مثلا بيشنت وياخذ انتي هايبرتنسيف ميديكيشن ما انت عارف جيب انتي هايبرتنسيف ميديكيشن ولا دايريتك كوتر من نيروباثي لما تقوم لا نص لكن ما حجيب انا ما حطيت اسمي فيه عايز شوي عادي هي تبغى واحد لاين فلات قاعد كل فينا سنتين كذا من الجيم بعد كذا يقول ايزي اسك كيف بسم الله حتقول لي حتى البولي نيروباثي في سؤال حط لك كويس انت عارف الان فور ايكوليبريم انت ايش تحتاج؟ كالتالي يبغى لك منك ايه؟ يكون وزنة في انت اللي شفت الشعرات اللي موجودة في منك ايه؟ في زي الستونز موجودة واكوردنج للستونز اللي بتحرك تحرك الهير اللي موجود هناك وبعد كده حتوزن الجسم تعطي الانفورميشن هذه منين؟ سيبريلا بعدين عندك بروبريسبشن ريسبتور موجودة فين؟ في جسمك تعطي الانفورميشن هذه منين كمان؟ بسيبريلا ثرو التراكس اللي موجودة عندك I think so. إذا ما خانت تذكر برامل الإكسترا برامل تراك على الإكسترا برامل تراك. So you need middle ear. لا middle ear. Sorry inner ear. Yeah sorry شوف inner ear. Cerebellum. Eye. وproprioception وإكسترا برامل تراك. هذه الخمسة تحتاجها to get full equilibrize. أنا عندي equilibrium كامل. هذه الخمسة موجودة. طيب. The patient عنده الواحدة منهم affected على سبيل المثال extra pyramidal tract أبو affected لأنه عنده patient إيه والproprioception حق patient affected proprioception عند patient lesser feel is affected لأنه diabetes وأكبر دليل لما تعمل proprioception examination direct effort تلاقي إيه affected فأنا أقول له السؤال التالي I will eliminate one of them يعني اللي عنده في الكليبي إيش أسهل واحدة؟ خلص بس هذا examination كيف حجيبها في الهيستوري؟ حقول له لما أنت توضى وتغسل وجهك إيش حيصير؟ هيغمض عين راسك يخبط في الحوض او تبني توازنك لو قال لك ايوه هتلاقي البيشن هتقول عنده ايه؟ عندي البيشن هتقول لك مرض فتستريكي كويسن انك تسال معلش في سن تقول لي البيشن از نوت فولينج داون هيز واشينج هيز فيس مستحيل اني ما اسالك ليش وتقول لي الايكوليبريم خمس اشياء شرط الفسيولوجي حقه وتقول له اي اليمينيت 1 والبروبسكشن از افكتد وما تاخذ عليها بيرهانكس هذا شيء مرة مهم لازم تحطه وتقول يابس معي لأنه لو سألك عليه هتاخذ فيها الماكس لأن كده حاجة باين هذا واحد إيه مو لأن ما هي مكتوبة في كتاب هذه كده واحد قافطة جايبه طبعا برضه ما يهمني كان واحد من الشباب كان حضر روماتولوجي برا فكان يسألهم الروماتولوجيست اللي هناك الأعراض لما تغسل وجهك الصباح هل تضيح الدوخ ولا فادي واحد ثاني شيء نسأل في البولينيوباثي غير البين والسنسيشن نقوله لما تمشي الله يكرمك الكشفش مقفلك من رجلك ما انت عارف فعلا شوف تسال السؤال ده كثير تلاقي يقول لي دكتور والله صح امشي وبعد كده يقولوا لي الناس الشهور شبشب فيروح يرجع الى صلاته يقول عليه شبشب هذه في ايش في فولي نوبثي المون نوبثي اللي هو ايش؟ ريست دروب فود دروب هم يسموها ريست دروب اند فود دروب فيصير عندنا حاجتين في ايش في الكشف كده خلصنا كده المايكرو نيوروباثي ريتونوباثي ايش نقول له في ريتونوباثي؟ نيفر ايفر هو يبغاك تغلط الغلطه هذه يتمناك تغلطها انك تقول له عندك ديكريز فيجن نص فيجن بلارنج فيجن لا سؤال واحد سيف فروت كويسن عملت قبل كده ليزر ولا لا قالوا لك تحتاج عمليه ليزر للعين ولا لا هل راجعت الاوفثالمولوجيست ولا لا هم هذول سؤالين سوري ليش الثانيه غلط؟ لانه يقول لك والله اللي ذر لي في لوت اوف كوز بلارنج فيجن لوت اوف كوز نص فيجن ايش ليش حتعرف؟ الاولي تريتمنت حق الليزر يمين البيشنت اللي عندهم ايه؟ اللي عندهم ديابيتيك ريتينوباثي اخذت ابره في العين برضه في ابره على طول هناك في العين فتقول لي واحد تسال على التريتمنت وفولو اب مع اوفثالمولوجيست المفروض يجي اللي هو يروح لمين اوفثالمولوجيست
مونو نيوروباثي قلنا عليها. كذا خلصنا الايش المايكرو وبسرعه هذا الماكرو. الماكرو كومبليكيشن. الماكرو ايش عندنا؟ ستروك ستروك ischemic heart disease peripheral arterial disease diabetic foot and ulcer. diabetic foot examination عشان الوقت ما راح اشرحه بس حم. كيف الستروك اثر عليه؟ سينس سيستميك ريفيو. في عندك والله ديبلوبيا ديسفيجيا ديوفيجيا سوري ديبلوبيا ديسفيجيا ديسارتريا عندك والكلام الباقي كله سيستميك ريفيو حق الاجهزه باراسيزيا نمنس لاتراليزيشن ischemic heart disease cardiovascular systemic review peripheral arterial disease confirm cardiovascular systemic review. طيب وتسالوا عن ليك ألسر في جسمك عندك ليك ألسر احد قال لك ان عندك القدم السكري. طيب اليوم ما نسال كارب التنل. كارب التنل ممكن من كومبليكيشن بس بالعاده البيشنت هي بريزنت وذ كارب التنل ما حيجي ترى كارب التنل از انوينج المريض يقوم الصباح حتى في الساين اللي اسمها شيكينج سام كثر الالم ترى شيء كبير جدا يضايق فكاربتنس انوينج فما حنسال عليها يعني هو ممكن تسالها صح تبي بس كامل لكن ما هي لازم تسالها واكيد اللي عنده كاربتنس حيكون عنده بولينيوبي. طب هذا كده في الهيستوري خلاص الكوميونيكيشنز انت سالت تقريبا الهيستوري حق الايش حق الغيبي بس انا بركز في حاجه في البروبيوسبشن اكزامينشن ان شاء الله الان في البروبيوسبشن اكزامينشن لما تقول للبيشنت لازم هذا الفيكتور لازم تمسكه من هنا اي لا احد يغلط ويمسك من هنا ليه يو ناو ستيميليت البين والتمبريتشر وانت بالبروبيوسبشن وش تراك في الاكزام دورسال كولوم تراك جاء سؤال قبل ثلاث سنوات كذا دخلوا البنات اكزام ذا دورسال كولوم تراك كان كذا السؤال هذا اللي حق البيشنت اكزام ذا دورسال كولوم تراك تبغى تعمل البروبيوسبشن والفايبريشن ايش بعد كده انت كمل البنت بيرتشر على سبانتر الكتر بس هو كان بس الدورس كيدس السؤال مو يعني مفجر ايش يبغى الدورس كونتر فبعد كده اسال بقى على دايبيتس وما دايبيتس وهل هو مجرد. طيب يصير الان كده خلصنا الايش اللي هي سوبر